وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. قلت قبل كده ان الشهادة مش رخيصة، ومش اي حد ينال الشهادة ابدا، مش اي حد ينال الشهادة، لان الشهيد مجتبى من الله عز وجل واختيار من الله عز وجل. وانا قلت لكم الاسبوع الماضي ليه اللي جرح من اخواننا في غزة لم يستشهد، وليه اللي استشهد لم يجرح فقط ويبقى على قيد الحياة؟ ده مختار، ده مجتبى. والشهيد مش ميت بنص القرآن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، بالعرش، عرش الرحمن، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: أي شيء تشتهون؟ قالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فلما علموا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا ويجيبوا، قالوا: نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا، وأن تردنا إلى الأرض أو إلى الدنيا لنقتل في سبيلك مرة أخرى. الشهادة مش رخيصة. ويتخذ منكم شهداء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ذكرت: للشهيد عند الله ست خصال، للشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند أول قطرة من دمه، يغفر له عند أول قطرة من دمه، باستثناء الدين كما في رواية مسلم، يغفر كل شيء للشهيد إلا الدين. يغفر له عند أول قطرة من دمه. والله العظيم هذه تكفي. طب والتانية: ويرى مقعده من الجنة. والتالتة: ويؤمن من عذاب القبر. والرابعة: ويؤمن من الفزع الأكبر يعني يوم القيامة. والخمسة: ويزوج من الحور العين. والسادسة: ويشفع في 70 من أهله. وفي رواية: ويلبس تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. فالشهادة مش رخيصة. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وليمحص الله الذين آمنوا. تمحيص تاني بقى، تطهير، ويمحق الكافرين. يبقى في النهاية لابد من محق من الله جل وعلا للكافرين. هذه بعض الحكم. والنبي عليه الصلاة والسلام حين سئل: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وحدثني أحد الأفاضل من أرض غزة من القادة هاتفيا، وأقسم لي بالله، قال: والله يا شيخ محمد، استشهد أحد إخواننا من 3 أشهر، ثم استشهد ولده، وأسأل الله أن يتقبلهم جميعا في الشهداء، ثم استشهد ولده في اليوم الرابع من هذه العملية الهمجية. يقول: فأصرت والدته أن يدفن الابن مع أبيه. يقول: والله يا شيخ محمد، فتحنا القبر فوجدنا جرح الوالد لا زال ينزف. بعد 3 شهور. يقول: وانبعثت رائحة
كأزكى ما تشم أنفك. وحاول بعض الناس أن يغلقوا القبر فاتصلوا بأحد إخواننا واستفتوه، فقال لا لا حرج، اتركوا الناس ليشهدوا هذه الكرامة وليشهدوا هذه الآية. يقول: ونزلت سكينة على المكان كله، وبدأ الناس يقتربون من القبر ليروا بأعينهم هذا المشهد الرقراق الصادق. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. ليس الشهيد بميت. وعد صادق لا يكذب. يقول: ونزلت سكينة وانتظم الناس في صف واحد يرون هذا المشهد العجيب ويكبرون حتى رجت تكبيراتهم المكان كله. يقول: وكأن الله جل وعلا قد أراد بهذا المشهد أن يجدد الإيمان وأن يجدد اليقين في القلوب.